هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم الفيديو كتير 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 استنيته. طلبت لينسز، اغرب لينسز موجوده اونلاين. طبعا هذا الجزء الثاني، اللي ما بيعرف انه انا اوريدي مسوي جزء اول على الشانل تبعي زمان، يمكن اكثر من 6 شهور ما بعرف. كنت انا كمان اجرب فيه اغرب اللينسز اللي انا طلبتهم اونلاين. هلا اليوم انا كمان طلبت لينسز، لساتني ما فتحتهم اصلا. على فكره اخذوا كتير وقت لحد ما وصلوني، فانا اصلا نسيت انا شو طلبت، بس اللي انا بتذكرته انا طلبت اشياء فعلا فعلا مجنونه. هلا اللي ما بيعرفني او اللي مو متابعني، انا كتير كتير بحب اللينسز، وصراحه اللينسز شيء اساسي بحياتي عشان انا نظري كتير ضعيف، وبضطر انه انا البس لينسز تقريبا كل يوم لما اطلع يعني. وفي البيت بلبس هاي النظارة، فأنا حرفيا يعني اللينسز شيء كتير كتير ضروري بحياتي. اللي أنا بتذكره إنه أنا لقيت لينسز عن جد كتير غريبة، كنت كتير 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 متحمسة إنه طلبية توصلني، بس من كتر ما طولت بالأخير أصلا نسيت أنا شو طلبت. فخلينا نشوف. أنا أوريدي غسلت إيدي، أوكي إيدي نظيفة، فيلا بسم الله. على فكرة أصلا من قبل ما أطلب هدول اللينسز أنا طلبت من موقع قبله، بس ما يعني فجأة قالوا انه نحن بطلنا نوصل على الامارات، فانه يعني ليه هذا الموقع اصلا انا اوريدي طالبه منه لينسز، اللي هو بطل يوصل على الامارات طالبه منه لينسز، اللي هو لما حولت حالي لكوريا متذكرين كنت لابسه لينسز كوريا منه، بس ما بعرف ليه بطل يوصلوا هون. المهم اوكي، سو في 4، او ماي جاد. اوكي ما راح افرجيكم اشكال، راح اخبيهم، بس في 4 لينسز هون، في اشياء مجنونه، في منهم عدسه بينك. خلينا نشوف. اول شيء طبعا انا لابسه لينسز هلا، بس هدول لينسز عاديين يعني لينسز نظر. فخليني ابلش بشو؟ رح ابلش اول شيء بهايو. طبعا للاسف كلياتهم زينه ما في نظر، فهو انا حرفيا لما انا كل لابسها مش عارفه اشوفكم، بس تمام يعني رح احاول. او ماي جاد، رح نبلش باول وحده. شوفوا انتم شايفين، حاسه انه هي كتير بتدوخ، حاسه رح تكون كتير غريبه وبتخوف بالعيون يعني، حاسه انه هي رح تصدع الواحد اللي بيطلع علي، بس خلينا نجربها. هي عباره عن لينسز بيضة فيها خطوط زي هيك دوامات سود. خلينا نجربها. بسم الله، يا رب يا رب يكونوا مريحين. لما فتحتها من شوفوا كيف كتير بيضة وسودة يا ماما. اوكي رح البس الثانية واجيكم. شفتها على المراية كتير واضحة يا ماما. او ماي جاد، اوكي انا مو شايفة اي شيء. او ماي جاد، مش قادرة اطلع عليكم، مش عارفة ليه، بس كتير في حساسية من الضوء. بس انتوا متخيلين؟ شوفوا يعني انا متأكدة انه انتوا هلا دايخين. كيف هيك؟ على فكرة حتى انا اللي لابستها دايخة، مش عارفة ليش، بس هاي اول لينسز. على فكرة نفس شعور الفيديو الأول لما كنت أصور فيه، كنت خايفة ماما تدخل علي. إن شاء الله ما تدخل، لأنه لو شافتني هيك حترتعب. هاي هي أول لينس، صراحة مش عارفة شو أحكي. قولوا لي شو رأيكم تحت بالكومنت. أوكي هاي كتير كتير بتدوخ، جد جد بتدوخ. أو ماي جاد كيف ارتحت لما شلتها، كتير بتدوخ جد، مش عارفة ليش، بس يمكن هدول ما بعرف. رح البس النظارة بين كل عدسة وعدسة عشان تشوفوا. أوكي نيجي هلا على العدسة اللي بعدها. هي العدسة مرعبة شوي، كأنه العين عم يطلع منها دم، وهي العين كلها بيضة، مش مطمنتلها ابدا ابدا يعني، كثير حاسستها بتخوف. هاي يمكن اكثر وحده بتخوف فيهم. خليني اجرب البسها. او ماي جاد هاي كثير فظيع شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ ممكن افهم؟ كتير بتخوف، كتير بتخوف، حاسة كأنه أنا فعلا عيوني عم تطلع منها دم، أو ما بعرف هاي الشرايين أو شو. شوفوا كتير مرعبة، يعني أنا لو شفت أي حدا لابسها قدامي أنا كتير كتير رح أخاف كتير. على فكرة بنات معظم هدول اللينسز بيلبسوهم بحفلة الهالوين، فعشان هيك هي بتكون هيك شكلها كتير مريب وغريب وبخوف، او بالميك اب يعني اللي هو السبيشال افكت ميك اب، او مثلا اللي هو اللي بيرسموا على حالهم او بيرسموا شخصيات او كذا. فظيعه جد 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 فظيعه، مش قادره اتخيل انه انا ممكن انا اطلع فيها. او ماي جاد تخيل انه انا اطلع فيهم هاللينسز لمده يوم كامل واعيش حياتي وهيك اصور فلوج. لا 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 مستحيل. او ماي جاد فكره مجنونه جدا جدا جدا. طبعا انتوا رح تكتبوا لي شو اكثر وحده حبيتوها وشو اكثر وحده خفتوا منها تحت. اوكي نيجي هلا على اللينس اللي بعدها. اوكي هلا العدسه اللي بعدها، العدسه هاي راح تحس انه انا حيوان اليف. شوفوا بسه
راح اكون كاني بسة او قطة او بزونة او قطوة او اي شيء بالدنيا. خليني البسها. هالعدسة شكلها كتير تقيلة. يما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو 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 هذا؟ معلش حابة افهم انا شوي بس شو هذا يعني؟ يما اقسم بالله يما. على فكرة هالعدسة فيها شيء غبي. لازم ارجيكم اياه. انه انا لو مثلا لفيتها شوفوا شوفوا بتضلها هيك عادي. بتضلها هيك عادي شوفوا. يعني تخيلوا انا هيك مثلا لحظة شوفوا قطة حولها. اوكي حاسة انه انا بدي اشيل الماسكارا عشان كتير هذا عم تدخل بعيوني وتضايقني. بقلنا اخر لينس اللي هي اخ مش تعود لسه النظارة. هلا بقلنا اخر لينس اللي هي الوردية. خلينا نشوف. كتير متحمسة عليها عشان اتركتها اصلا الاخير. يا عمري يا عمري واحلاها. شوفوا 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 امانة شوفوا كيف كيوت. امانة شوفوا كيف كيوت. اقسم بالله يعني هاي ما تخوف على فكرة كيوت. يعني حاسة انمي اللي بيلبسها او كرتون او كذا. دقيقة هلبسها. اوكي بسم الله بتخوف كتير. دقيقة بس على فكرة كيوت. على فكرة كتير بتخوف. على فكرة نفس لون التربن تبعي نفس لون الشيلة بالضبط. بس كتير حلو لونها بس كتير 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 بتخوف. يعني انا مثلا كتير خايفة منها. حاستها قريبة كتير على اللينس البيضة اللي هي كلها بيكون ابيض بس من جوا نقطة سودة. هاي بس بينك بس بصراحة كتير بتخوف. ما توقعتها هيك ابدا. يعني صراحة شكلها كان كتير كيوت في العلبة. مش عارفة شو اللي صار هلأ بس لبستها. على فكرة لاحظت شغلة. اللنسز تبعونهم الالوان تبعتهم كتير 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 واضحة. يعني ما بتنمزج مع لون عيونكم. يعني مثلا في لنسز تانية مثلا انت لون عيونك اسود بس تحطي مثلا لنس رمادية بتطلع لك رمادي كتير غامق ما بتبين اصلا انه هي رمادي. بس هدول لا يعني كتير واضحين الالوان. شوفوا يا الله يا الله ما احلى عدساتي انا ما احلى عدساتي والله العظيم. نعمة نعمة. طبعا زيهم زي كل اللنسز التانية اللي انا استخدمتها نفس هذا النوع او اللي هو بتكون غريبة. كتير مش مريحة ابدا 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 ابدا. كتير تقيلة على العين صراحة. يعني كلهم كلهم انا حبيتهم كلهم حبيتهم. اكتر شي عجبني اللي هو اول عدسة اللي هي فيها اسود واخر عدسة اللي هي البينك الوردية. كتير كتير حبيت هدول. انتوا قولوا لي شو رأيكم؟ شو اكتر عدسة حبيتوها؟ شو اكتر عدسة ما حبيتوها؟ شو اكتر عدسة خفتوا منها؟ شو اكتر عدسة ما خفتوا منها؟ وخبروني تحت قولوا لي اذا بدكم اياني اسوي فيديوز ثانية من هذا النوع مثلا جزء ثالث جزء رابع. على فكرة في عدسات ترعب جد جد ترعب وكتير كتير غريبة استغرب من هاي بمليون ألف مرة. وبس اكتبوا لي كمان تحت إذا في مثلا أفكار بدكم يعني إنه أنا أسويها كذا. أكيد رح أسويها. بحبكم كتير كتير كتير. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت. يلا باي.